مراسلينا تنضم إلينا من أربيل عاصمة إقليم كردستان، مراسلتنا سليل عصام لتطلعنا على آخر المستجدات في العاصمة أربيل. أهلا بك سليل، ما هو جديدك هذا اليوم؟ تفضلي. نعم، مساء الخير. وزارة مساء الصحة الأنوار. في حكومة إقليم كردستان أعلنت نعم. خلال 24 ساعة الماضية عن تسجيل 636 إصابة بفيروس كورونا. عدد حالة الإصابة فقط في مدينة أربيل وصلت إلى 110 حالة مصابة بهذا الفيروس. حالة الشفاء في عموم إقليم كردستان وصلت إلى 403 حالات. عدد حالة الشفاء أو حالة المتمثلين للشفاء في مدينة أربيل وصلت إلى 186 حالة. أما حالة الوفاة فتوزعت 17 حالة وفاة في على مناطق إقليم كردستان. في مدينة أربيل تم تسجيل حالتي وفاة فقط خلال 24 ساعة الماضية. أيضا فيما يخص الاتفاقات بين كل من أربيل وبغداد، كان هنالك بعض الزيارات التي حدثت بين الجانبين، كان هنالك عدد من الاتفاقات التي تم تطبيقها خلال اليومين السابقين. أولها هو الاتفاق على 5 مراكز للتعاون المشترك بين الجانبين. هذه المراكز التي تم الاتفاق عليها هي قيد التنفيذ حاليا، لكن هنالك هنالك مركز سادس هو قيد المناقشة والاتفاق. ربما سيكون هنالك في الأيام المقبلة زيارة لوفد من بغداد إلى أربيل أو من أربيل إلى بغداد. من المرجح أن يكون هنالك زيارة من أربيل، وفد من أربيل إلى بغداد، سيتجه إلى بغداد لمناقشة هذا الموضوع، موضوع مراكز التعاون المشترك للاتفاق على المركز الثالث أو المركز السادس للتعاون المشترك بين الجانبين. الاتفاق الثاني والذي يعني تم الاتفاق عليه بين حكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان هو تسليم كل المطلوبين والذين صدرت بحقهم أوامر القبض إلى الحكومة الاتحادية ليتم اتخاذ الإجراءات بحقهم. أيضا من ناحية برلمان إقليم كردستان، فقد وصل قانون الإصلاح إلى برلمان الإقليم، ومن المقرر أن يكون هنالك مراجعة دقيقة لما تم تنفيذه خلال فترة ما بين تنفيذ هذا أو إصدار هذا القانون وحتى اليوم، ما تم تنفيذه وما تم وما تم إنجازه خلال هذه الفترة. من المقرر أن يكون هذا القانون هو المحقق للمساواة في الامتيازات والرواتب والتقاعد، يعني رواتب التقاعد في جميع المؤسسات والدوائر في إقليم كردستان. نعم، هذا كل ما لدي اليوم من مدينة أربيل. نعم، إذن شكرا لك سليل عصام مراسلتنا من أربيل.